السؤال الخامس يقول السائل: ما حكم مناداة الزوجة لأم زوجها بلفظة أمي؟ فزوجها ينادي أمه بأمي وهي تناديها أيضا أمي، فهل يجوز هذا؟ وهل هذا يدخل في قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم؟ بارك الله فيك. لا بأس أحيانا وليس دائما من باب الاحترام والتقدير وإشعارها لأم زوجها أنها محترمة مبجلة، أحيانا لا بأس في هذا. أما الاستمرار والديمومة في هذا أنا لا أرى هذا، لأنها ليست بأمها. وأما قولك هل تدخل في قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، هذا لا تدخل، هذا يتعلق بنسبة الولد لأبيه. قد جاءت هذه الآية بعد إبطال ماذا؟ بعد إبطال التبني، لأنهم كانوا يتبنون غير أولادهم فيسمونهم بأسماء آباء ليسوا آباءهم، فأبطل الله تعالى التبني وقال ادعوهم لآبائهم. بارك الله فيك.